هذه أشياء يتوهم البعض أنها تؤثر على صيام الإنسان، ولكن لا تأثير لها، أسردها سردا. قطرة الأذن لا تؤثر، وضع مرهم أو دهان أو تنظيف الأذن عن طريق الأطباء ولو كان به ماء كما هو معروف عند الناس، فهذا لا يؤثر على صيام الإنسان. والقاعدة في هذا من أن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معلوم أن الأكل والشرب إنما يكون أصالة عن طريق الفم، والأنف يدخل لأنه مدخل للطعام والشراب لما في السنن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن الذي يؤثر هو ما أخذ عن طريق الفم ونزل إلى الجوف، ولو أخذ عن طريق الفم وكان في محيط الفم كما مثلنا بالمعجون وما شابه ذلك فإنه لا يؤثر. الأنف مجرى ويؤثر على الصيام إذا نزل إلى الجوف، لكن إذا كان في محيط الأنف فإنه لا يؤثر، أما ما عدا ذلك فإنه لا يؤثر. والإبر كما سلف كلها لا تؤثر إلا إذا كانت إبرا مغذية تغني عن الطعام والشراب.